النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنيه. بنك الاتحاد شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وانفينيتي في الأردن. ليدر سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية. والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملك الحسين للأعمال أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن نهار اليوم سادت أجواء ربيعية في عموم المناطق ارتفعت قليلا درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة تحديدا خلال منتصف الأسبوع الحالي درجات الحرارة ستعرف ارتفاعات كبيرة وملموسة ولتكون أعلى بكثير من معدلات مثل هذا الوقت من العام بسبب اندفاع لكتلة هوائية حارة نحو منطقة بلاد الشام قادمة من الصحراء الكبرى الإفريقية نبدأ نشرتنا كالعادة بصورة رقم اصطناعية منطقة خلال ساعات صباح اليوم لتوضح خلو خلوع عموم مناطق المملكة وبلاد الشام من الغيوم ستنا بعض الغيوم المنخفضة والعشوائية الطابع فوق سوريا ولبنان في مسالة أجواء صافية في عموم مناطق مصر والعراق وفلسطين والأردن وشمال السعودية أستعرض الآن وإياكم هذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة للارتفاع الكبير على درجات الحرارة المتوقعة اعتبارا من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء حيث تندفع كتلة هوائية باردة باتجاه المنطقة أو حوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط تندفع على إثر هذه الكتلة الهوائية الحارة من الصحراء الكبرى الإفريقية شمالا باتجاه مصر ثم بلاد الشام اعتبارا من يوم الاثنين حيث ترتفع درجات الحراره بشكل كبير وملموس كما ذكرنا وايضا تصبح الاجواء اكثر جفافا وايضا تنشط الرياح الشرقيه الجافه ايضا من الصحراء السعوديه باتجاه المملكه خاصه يوم الثلاثاء. المزيد من التفاصيل حول هذه الكتله الهوائيه الحاره نستعرضها في هذه الخريطه لتوزيع الكتل الهوائيه المتوقعه من يوم الاحد وحتى يوم الاربعاء يوم الاحد. سادة أجواء معتدلة ربيعية درجات الحرارة كانت حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام لكن اعتبارا من يوم الاثنين ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير وملموس على أن تبلغ الأجواء ذروتها دروت أو الأجواء الحارة ذروتها يوم الثلاثاء مع اندفاع وتدفق المزيد من التيارات الدافئة والحارة تستمر هذه الأجواء الدافئة أيضا والحارة نسبيا خلال يوم الأربعاء. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث تسود أجواء صافية 11 درجة مئوية الملموسة 9 الرطوبة حوالي 70% والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة. التوقعات الجوية للثلاثة أيام القادمة ارتفاعات متتالية وكبيرة على درجات الحرارة. يوم الإثنين طقس دافئ 24 إلى 15 يوم الثلاثاء درجات الحرارة تلامس الثلاثين مئوية. في العاصمة عمان مع نشاط في سرعة الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية التي تعمل على إثارة الأتربة والغبار ترتفع ليلا لتسجل 17 درجة مئوية تنخفض قليلا يوم الأربعاء مع استمرار الأجواء دافئة إلى حارة نسبيا 26 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 15 درجة مئوية إلى هنا تنتهي نشرتنا للقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدر سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملك الحسين للأعمال